السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي الأفاضل، رمضان كريم. وصفتنا اليوم صينية أضلاع الخروف بالبطاطس في الفرن، جد شهية وسريعة التحضير. فضلا لايك والاشتراك مع تفعيل رمز الجرس للتوصل بجديد الوصفات. لنبدأ على بركة الله. لتحضير صينية أضلاع الخروف سنحتاج إلى 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم، أقسمها إلى نصفين طوليا. بكل نصف أدخل سيخ بهذه الطريقة دون الوصول إلى الأسفل. أبدأ في تقسيمها إلى شرائح رفيعة. السيخ يحول دون وصول السكين إلى الأسفل، تبقى شرائح البطاطس متماسكة. سأريكم الطريقة من جديد. جميع المكونات ستجدونها مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بعد الانتهاء سأتبل بنصف ملعقة طعام مسحوق الفلفل الحار السودانية، يمكنكم تعويضه بالهريسة. نصف ملعقة طعام من الزعتر البري أوريغانو المجفف، يمكنكم تعويضه بالطري. وملعقة طعام من الزعتر المجفف أي زعترة تيم أو طوميو. ملعقة طعام من البقدونس المفروم ناعما، أضيف نصف الكمية وأحتفظ بالنصف للتزيين. وملعقة طعام من العسل الطبيعي، يمكنكم تعويضه بملعقة طعام من السكر. ثلاث ملاعق طعام من صلصة الصوجة وحوالي ملعقة صغيرة من الملح، يمكنكم التعديل في الكمية. 6 ملاعق طعام من زيت الزيتون. وسأضيف كذلك فصوص من الثوم. حوالي 7 فصوص. أهرس فصوص الثوم بواسطة سكين بهذه الطريقة وأزيل الغشاء. بعد ذلك سأضيفها بالصينية. أرحب بجميع المتابعين، وعلى المتابعين الذين لا يتوصلون بالجديد فما عليكم إلا تأكيد الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل رمز الجرس. أتبل جيدا أضلاع الخروف مع البطاطس ونترك الصينية على الأقل مدة نصف ساعة حتى تتشبع بالتتبيلة، كما يمكنكم طهوها مباشرة. بعد ذلك سأدخل الصينية للطهو بالفرن الساخن على درجة 200 مدة 40 إلى 45 دقيقة. صينية أضلاع الخروف بالبطاطس الشهية واللذيذة السريعة التحضير جاهزة بالصحة والراحة، وإلى الغد إن شاء الله. رمضان كريم.